طبعا كلها أيام ويحدث اللقاء المرتقب لكل جماهير الكرة المصرية بقطبيها، أهلي زمالك، حتى كمان مش أهلي وزمالك بس، مصر وإسماعيلي، وكله منتظر يوم 30 مايو اللي جاي تحديدا علشان يتابعوا نهائي دوري أبطال إفريقيا اللي هيتلاعب بين فريق الأهلي والوداد المغربي، وهيكون في المغرب على ملعب مركب محمد الخامس في المغرب. تعالوا نشوف تاريخ المواجهات بين الفريقين في التقرير اللي جاي. جماهير القارة الإفريقية منتظرين بشغف كبير نهائي دوري أبطال إفريقيا اللي هيتلعب يوم 30 مايو بين فريق النادي الأهلي وفريق الوداد المغربي على مركب محمد الخامس في المغرب. الأهلي حسم التأهل بشكل رسمي للدور النهائي في البطولة بعد ما تعادل بنتيجة 2-2 قدام وفاق سطيف الجزائري في لقاء العودة من الدور قبل النهائي، وكانت مباراة الذهاب في القاهرة انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-0، وصعد من خلالها المارد الأحمر للمباراة النهائية وهو فايز بمجموع مباريات الذهاب والعودة 6-2. أما الوداد المغربي فحسم وجوده في النهائي الإفريقي بعد ما فاز على بيترو أتلتيكو الأنغولي في مجموع مباريات الذهاب والعودة 4-2. تاريخ مواجهات الأهلي والوداد قبل نهائي أبطال إفريقيا مليان حماس وقوة غير عادية، وده لأن الفرقتين بيمتلكوا لعيبة مميزة واستثنائية على أرض الملعب، ودي المرة الثانية اللي هيقابل فيها الأهلي الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد نسخة 2017 اللي تم فيها تتويج الفريق المغربي بالبطولة، ده غير إنهم اتقابلوا في 10 مباريات قبل النهائي اللي جاي. التفوق كان واضح في حصيلة المباريات اللي جمعتهم ببعض لصالح فريق النادي الأهلي. الأهلي نجح في الفوز في 4 مباريات وخسر في مباراتين وتعادل في 4 مباريات. الأهلي واجه الوداد في 10 مباريات، 5 منها في مصر و5 في المغرب، وقدر الأهلي فيهم يحقق الانتصار في 4 مرات وخسر في مباراتين بس وتعادل في 4 مواجهات. الفرقتين اتقابلوا في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2011 وتعادلوا في القاهرة بنتيجة 3-3، وفي الدار البيضاء برضو تعادلوا بنتيجة 1-1. تجدد اللقاء بينهم مرة تانية في دور المجموعات في نفس البطولة عام 2016، وانتهى بالتعادل السلبي في القاهرة، وفاز الأهلي في الدار البيضاء بهدف لرامي ربيعة. وفي 2017 واجه الأهلي الوداد خلال 4 مرات بواقع مرتين في المجموعات، وفاز كل فريق في ملعبه بنتيجة 2-0. وفي الدور النهائي اتعادل الأهلي في برج العرب 1-1، وخسر في الدار البيضاء برأسية وليد الكارتي، ووقتها تم تتويج الفريق المغربي باللقب. ويوم 30 مايو هتتقابل الفرقتين للمرة الثانية في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد نسخة 2017.